طبعا مناقشة الشؤون المالية بطبيعتها حامية وساخنة، فيا ترى هل في ميزانية لها قصة مختلفة؟ ميزانية تنشف الريق زي ما يقولون؟ هي ميزانية 2016 كانت ميزانية عصيبة، و2018 ميزانية 2018 كانت هي من أهم الميزانيات، أو خلينا نقول من أحد الاجتماعات للجنة المالية فيما يخص اعتماد الميزانية العامة للدولة. فكان الاجتماع هذا كان في جدة في قصر السلام، وكان في قاعة اجتماعات، وكان في قاعة ثانية رديفة، وكان في صالون الانتظار. فكنا نروح للقاعة ونجي، وبدأ الاجتماع. وزارة المالية عرضت اللي عندها من جانب النفقات ومن جانب الإيرادات، وكانت الطلبات أكبر من السقف، كانت الطلبات كبيرة جدا. والإيرادات تعرف طبيعة إعداد الميزانيات أنك ما تتفائل كثير بتحقيق هذا الإيراد، ها، وتحاول أنك تكون متحفظ عشان لو انخفض هذا الإيراد ما تتأثر. فسويناها يعني بشكل أنه يكون فيها توازن بين الإنفاق وبين الإيراد، وأن نغطي النفقات الأساسية على الأقل أنها ما تتأثر اللي للجهات الحكومية. أعتقد أنه ما كملنا العرض، فكان سموه على طول قال مو مقبول ولازم نرفع الإنفاق ولا نقابل هذا الأرقام. وش رسالتنا للعالم إذا قلنا والله حنا بعد 3 سنوات بدينا نخفض على رؤيتنا التحولية؟ فأعطانا 3 شروط. قال أولا، الشرط الأول في الميزانية هذه أنها تحمي الأساس اللي هي المشاريع الرئيسية، الصيانة، الرواتب. 2، تبقى مشاريع الرؤية وبرامجها والمشاريع التحولية الكبرى على نفس السرعة. 3، ديرون العجز. إذا كان في عجز أبغى إدارة كاملة له، كيف بنعوض هذا العجز ومن وين، وش أثره على الاقتصاد، وش أثره على النمو وخلافه. فعلا كانت خلية النحل هذه الأيام في غرفة اجتماعات كبيرة جم مكتب الأمين، وكنا مجتمعين فيها، وأبن اللي يطلع يأخذ بريك. واضح من إجابات الوزراء أن ميزانية 2018 كانت عصيبة وصعبة، لأن الفريق كان مقدم ميزانية فيها انخفاض، بينما الأمير محمد بصفته رئيس اللجنة المالية كان يبغى نمو في الإنفاق عشان مشاريع وبرامج الرؤية تنطلق. وحسب نظام هذه اللجان القرار في نهاية الأمر بيمشي بالتصويت، فيا ترى مين اللي قدر يجمع أصوات أكثر؟ فكان مقترح أنه سقف الميزانية نفترض بس 975 افتراضا، يعني 975 مليار، وكان في خيار آخر أنه تصير تريليون 25. إلين جينا في نوفمبر، خلاص الآن الاجتماع النهائي لازم نقرر، عشان بعدها لازم نرفع المجلس الشؤون الاقتصادية يوافق على الميزانية، بعدين نرفع للمجلس الوزراء. كنت تعبان منهك في الإعداد الاجتماع، دخلنا الاجتماع وكنت أحاول أقنعه ب975 وأقول له ليش، واستمر النقاش هذا يمكن على الأقل 3 ساعات ونص 4 ساعات، جت الساعة 2 تقريبا. صوتوا بالأغلبية مع القرار اللي فيه ماخذ فيه رأي الأمير، بالأغلبية أغلبية 2، مش طلع القرار من اللجنة المالية. من بعد بكرة كان عندنا العرض على المجلس الاقتصادي، سموه رأس المجلس الاقتصادي. في المجلس الاقتصادي يبدو الأمير قرر أنه ما يحضر، أوكي، يرفع الحرج، لأنه هم صوت أصلا مع القرار هذا اللي مر بالأغلبية، فيبدو أنه يغير فعل الحرج. تناقشنا، استخدمت مهاراتي القانونية في الترافع، اقتنعوا، صدر القرار بالأغلبية على الرقم المخفض. أرسلت رسالة قلت له خلصنا الآن اجتماع المجلس الاقتصادي، عرضت عليهم توصية اللجنة المالية والخيارين، وصوت الأعضاء ضد قرار اللجنة المالية أنه بالرقم الثاني. رد علي بس رد واحد كده، نمشي مع الحوكمة. الحكومة دخلت الآن في مسار أنها تفصح عن بيانات مالية لم يسبق أن الحكومة فصحت عنها، أنها تقول أنا بنفق بعد 3 سنوات كذا، أني بأصرف بعد 4 سنوات أبصرف هذا المبلغ مثلا. دخلنا بعدين انتقلنا إلى مرحلة الإفصاح، وكان هذا دور معالي محمد الجدعان في الموضوع هذا، أنه أصر كثير على أنه يجب أن نفصح.
تقارير ربع سنوية لازم نفصح، نص سنوية لازم نفصح، ما يسمى بالبري بادجت ستيتمنت لازم نفصح. أنا من الأشخاص اللي كنت في أحياناً أعارض معالي محمد على الموضوع هذا وأقول له ما يحتاج الوضع، ما يسمح لنا نعلن وكذا وكذا، وما هذا كان يصر معالي محمد أنه لا نفصح، لازم نفصح في كل الأحوال، سواء أنا أداءنا المالي كويس أو أداءنا المالي سيء لازم نفصح. واليوم أصبح الإفصاح طبيعي، ما عاد يمثل مشكلة ولا هاجس لنا. في هذا التوقيت اللي قاعدين تشوفون فيها الحلقة، فريق ميزانية 2024 شغالين على إعداد الميزانية الجديدة، رغم أننا تونا في الأشهر الأولى من عام 2023، وهذه من مكاسب برنامج الاستدامة المالية، أحد برامج تحقيق الرؤية اللي يهتم بالتخطيط متوسط المدى، فصار عندنا خطة مالية لمدة 5 سنوات، ومن أهم ثمار هالخطط تقليل العجز المالي اللي تحول من عجز 365 مليار ريال في 2015 إلى فائض 90 مليار ريال في ميزانية 2022. وأكيد التحسن في أسعار البترول له دور، لكن لازم ما نغفل التحول الجوهري اللي صار في طريقة إعداد الميزانية وطريقة تخطيطنا المالي والربط الذكي بين ميزانياتنا ومستهدفاتنا الاستراتيجية. لما تضع الرؤية تضع أنه هذه مستهدفات وهذه الأشياء اللي ممكن نحققها وهذه الفرص اللي عندنا وهذه القدرات اللي عندنا، سواء قدرات بشرية أو ثروات طبيعية أو فرص اقتصادية أو قدرات مالية عند المملكة العربية السعودية، تترجم هذه الاستراتيجيات. هذه الاستراتيجيات قد تكلف في السنة ميزانية 2 تريليون ريال، تذهب للمكتب المالي، اللجنة المالية، المكتب المالي يعمل يقول لك والله أنا قدرتي عشان أحافظ على مالية الدولة أني أصرف من 800 تريليون ريال سعودي، تعود مرة أخرى مكتب الاستراتيجيات، تضع أولويات الاستراتيجيات، تؤجل بعضها، تمدد بعضها، تخفض تكاليف بعضها، حتى نصل إلى موائم المالية المناسبة للسنوات القادمة.